نرحب بضيفتنا من القاهرة نرمين سعيد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ نرمين أهلا وسهلا بحضرتك. تقريبا كل المنابر التي خصصت لمحاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار ليس تسوية المشهد تقريبا كلها باءت بالفشل. ما الأفق المنتظر لتسوية ما يجري في السودان أو الوصول إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد؟ برحب بحضرتك بداية وبالسادة المشاهدين. يعني أنا أتصور أن الآفاق في السودان لازالت مفتوحة أمام المبادرات الدولية، ربما أكثر حتى من الإقليمية، بعد أن يعني كان هناك عدد من التصريحات من قبل مجلس السيادة السوداني عن رفضه لوساطة بعض الأطراف الأفريقية أو بالأحرى ترأس كينيا للجنة الرباعية التي عقدت اجتماعا في جيبوتي. حضرته كينيا وجيبوتي كانت الدولة المضيفة وإثيوبيا وجنوب السودان، ويعني دارت الأسباب حول عدم نزاهة الطرف الكيني وميله لدعم ميليشيا الدعم السريع وحتى إيواء مقاتلين من قوات الدعم السريع. على الجانب الآخر هناك أيضا تصريحات صدرت من يعني متحدث الدعم السريع عن استئناف جولات المحادثات في جدة بعد أن تم تعليقها مسبقا بسبب يعني الاتهامات المتبادلة ما بين أطراف الأزمة السودانية حول خرق كل منهما للهدنة الأخيرة، وأيضا تعليقها بسبب عيد الأضحى. إذا هناك حديث أيضا عن عودة المباحثات في جدة. من ناحية أخرى يعني مصر سوف تستضيف المؤتمر الخاص بدول جوار السودان، وسيجمع بين جنوب السودان وتشاد كذلك ليبيا وإريتريا وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. يعني هناك الكثير من الأمال المنعقدة على المخرجات من هذا الاجتماع الذي يجمع بين دول جوار السودان، لأنها الأكثر تضررا من الأزمة السودانية. يعني دول الجوار على وجه التحديد تضررت من أعداد النازحين، كذلك من الضغط على البنى التحتية في هذه الدول، خصوصا أن بعضها يعاني من الأساس من سوء البنى التحتية أو من ضعفها. كذلك هناك ضغط كبير في مسألة مواجهة الإرهاب وضبط المسائل الأمنية على الحدود، الخوف من موجات إرهاب ومن موجات هجرة غير شرعية إلى أوروبا. ومن ثم يعني هناك الكثير من الأمال المعقدة على اجتماع دول جوار السودان في القاهرة، لأنها الدول الأكثر تأثرا بالأزمة وبالتالي ربما تكون الأكثر جدارة على طرح حلول وآليات تنفيذ لهذه الحلول. أستاذ مجدي عبد العزيز ينضم إلينا الآن، أيضا هو الكاتب والصحفي السوداني. أستاذ مجدي، على مستوى ما يمكن أن تنتجه البيئة الداخلية السودانية سواء بوساطات لأطراف سياسية سودانية أو عبر ما يمكن أن يطرح داخليا، هل يمكن أن يحظى بأي قبول إذا كانت المنابر أو الأسس الإقليمية لم تحظى بقبول أو بتوافق بين الفريقين؟ شكرا جزيلا، التحية لك أستاذ أحمد والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. الحقيقة هي طبعا هذه المبادرات كان أساسها اتفاق جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. الذي حدث في هذا الاتفاق أن هناك التزاما مكتوبا وقعت عليه الميليشيا، مفاوضين الميليشيا المتمردة، وقع عليه الجيش السوداني ببنود محددة كانت يمكن أن تكون أساسا جيدا لمبادرة يمكن تطويرها. من ضمن هذه البنود هو الخروج من المظانة المدنية كما قلنا وأسفنا كثيرا من المستشفيات وبيوت المواطنين، ووقف الانتهاكات. عدم تنفيذ هذه البنود هو الذي أدى الآن إلى هذه الزحمة من المبادرات، وأدى إلى عدم الثقة في مبادرات كثيرة حتى من ضمنها المبادرات الأفريقية. أعتقد الآن هناك تحرك داخلي في وسط القبائل وفي بعض الأقاليم مثل هذه النماذج التي حدثت في شمال دارفور وفي بعض مناطق دارفور وأدت إلى وقف الاقتتال وتحييد كثير جدا من قواعد الميليشيا المتمردة الذين ينتمون إلى بعض قبائل دارفور. مثل هذه المبادرات الداخلية نعم أثرت تأثيرا جيدا في وقف الاقتتال وفي تحقيق الاستقرار في بعض مناطق دارفور، اللهم إلا أن بعض قيادات الميليشيا المتمردة هي التي تريد التأجيج،
لأن في التأجيج أو في محاولة كسبها لأراضي أو مناطق جديدة ربما تحلم بأن تحقق مواقف تفاوضية متقدمة إذا حدث أي نوع جديد من التفاوض، أي نوع أو أي نوع من المبادرات. خلاف ذلك إذا لم يكن هناك توصيفا دقيقا لما يجري في السودان، أن هناك تمردا حدث ضد الجيش السوداني من إحدى وحداته العسكرية، وأن الجيش السوداني يقوم بواجبه يعني الدستوري والقانوني. هذه نقطة يتعين هذا التوقف عندها أستاذ مجدي، ما قيمة التأكيد على حتمية توصيف الأمر على أنه تمرد من جانب فريق على القوات المسلحة النظامية الشرعية المعترف؟ ما الفارق الذي يمكن أن يجري لو أن هناك تيارا أو طرفا أراد أن يقدم على جهود الوساطة وتبنى هذا التصور أو هذه المنهجية حتى لو كان مقتنعا بها؟ هل يمكن أن يقبل الدعم السريع بالذهاب إلى هذا المنبر؟ الجهود الوساطة إذا كانت للأغراض الإنسانية وإلى الترتيبات عسكرية لوقف القتال وتحقيق الاستقرار، أعتقد أن هناك معايير يمكن أن يوافق عليها الجيش السوداني. لكن التوصيف بعكس ذلك أن هناك جيش وطني ومؤسسة دستورية هي القائمة على أمن البلاد استراتيجيا وأمنها القومي، وهناك ميليشيا تمردت عليها، سيكون هناك خلل كبير، لأن ما سيولد بعد ذلك من موقف سياسي سيكون مختلا وسيذهب بالبلاد أيضا إلى الفوضى وإلى التنازع السياسي. هذا على مستوى النظر، لكن يؤكد أن القوات المسلحة والدولة السودانية لن تقبل بغير هذا التوصيف أن هناك قوة عسكرية منظمة ودستورية ومؤسسة عسكرية وفق الدستور هي القائمة على أمن البلاد، وأن هذه الميليشيا المتمردة غرر بها سياسيا داخليا وخارجيا لتحقيق أغراض وأهداف سياسية وتنفيذ بعض المصالح بعض الدول الإقليمية. أستاذ نرمين، الوقوف عند النقطة التي يتوقف عندها الطرفان ميدانيا على الأرض باعتبارها مرتكزا للذهاب إلى أي خيار تفاوضي، كيف يمكن النظر إليها في ضوء المراحل التي يتوقف عندها الجيش السوداني والدعم السريع ميدانيا؟ يعني احتدام الصراع على الأرض حتى الآن يعني لا يميل لأحد الطرفين، وإن كانت هناك تصريحات تخرج عن الدعم السريع عن سيطرته على معظم المقرات في الخرطوم، وحتى خرجت تصريحات عن سيطرتهم على المشفى الذي يضم بعض رموز النظام السابق وعلى رأسهم عمر البشير، وكذلك هناك محاولات للسيطرة على قيادة المدرعات في جنوب الخرطوم. هذه التصريحات يعني التي خرجت عن الدعم السريع ليس هناك ما يؤكدها، كما أن ليس هناك ما ينفيها، خصوصا أن يعني التصريحات التي خرجت من جانب الجيش السوداني أكدت أن هذه الأمور غير صحيحة. ولكن في نفس الوقت الدعوة التي وجهها الفريق البرهان في خطابه الأخير للمدنيين للانضمام لصفوف القوات المسلحة السودانية ربما جعلت البعض يشكك في موقف القوات المسلحة السودانية على الأرض حتى الآن ومدى قوته، وحتى الإشارة لأنها ربما تكون قد فقدت الكثير من عناصرها يعني خسائر فادحة، حتى تم الدعوة أو توجيه مثل هذه الدعوة في خطاب الفريق البرهان الأخير. ومن ثم أعتقد مسألة الحسم على الأرض ميدانيا حتى الآن يعني ليست واضحة ولا لا تميل لأحد الطرفين، ويعني من ثم التعويل على حضرتك هذه النقطة وسأنقلها أيضا الأستاذ مجدي للتعرف على تأثير ذلك على المسار التفاوضي، لأنه بالضرورة كل فريق سيحاول الحفاظ على مكتسباته، كيف يمكن أن تؤثر هذه في أي مسار تفاوضي مع الأستاذ نرمين؟ سأتعرف على الإجابة ثم أنتقل بذات النقطة للأستاذ مجدي. يعني الحفاظ على المكتسبات ربما يكون مؤثرا على مسار العملية السياسية أو التفاوضية، يعني إذا كان يعني فارق واضح على الأرض، يعني إذا استطاع أحد الطرفين تحقيق فارق واضح على الأرض وهو ما يعني ما لم يتم لمسه حتى الآن، ومن ثم أعتقد أن الاعتماد على المسار التفاوضي سيكون الارتكاز فيه على نقاط أخرى مثل الحصول على دعم إقليمي، الحصول على دعم دولي. يعني نحن شهدنا تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عن ترحيبه بوجود دور روسي لحل الأزمة السودانية باعتبارها وسيط وصفه بأنه نزيه، وأكد حتى أنه لا يعني ليس من المؤكد أنها ستمتلك ممثل على الأرض في السودان. ربما يعني يسعى مجلس السيادة لاستبدال المبعوث الأممي بالدور الروسي الذي يعتبره
يظهره أكثر نزاهة في الأزمة السودانية. كذلك كان هناك اتصال بين الفريق البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن الواضح أن هناك ترحيب بالدور التركي. الاتحاد الأوروبي أكد على أن كل الحلول يعني مطروحة أمامه للدفع في طريق حل الأزمة السودانية، ومن ثم أعتقد أن يعني القوات المسلحة السودانية الآن تعتمد بشكل أكبر على حشد الدعم الإقليمي والدولي لي يعني اكتساب نقاط قوة في المفاوضات القادمة. أستاذ مجدي، الوقوف عند المكتسبات الميدانية على الأرض كانت حاضرة حتى في البيان الأول الذي صدر عن مسار جدة، والذي بدأ وكأنه كان يعني هشا ربما أكثر من اللازم. كل فريق له الحق في الحفاظ على وضعيته القانونية والسياسية والميدانية القائمة، كان هذا نصا في الورقة الأولى. المكتسبات الميدانية على الأرض كيف يمكن أن تؤثر في أي مسار سياسي مستقبلي؟ يا أخي، أولا واحدة من أهم أسلحة الميليشيا المتمردة هي الكذب، وكل يوم يفتضح هذا الكذب. أقول لك الآن المعركة تحولت من تحدي عسكري إلى تحدي أمني بعد أن هذه الميليشيات دخلت إلى بيوت الناس ودخلت إلى المستشفيات. الآن القوات المسلحة غيرت من تكتيكاتها، وفي اليومين الأخيرين تتواتر الأنباء بأن القوات المسلحة أدخلت فرق القوات الخاصة وفرق المهام الخاصة لإخراج هذه الميليشيا من بيوت الناس. تتقدم القوات المسلحة في أهم المدن، وهي مدينة أم درمان التي تعتبر هي الحاجز الغربي إذا كان هناك إمداد لهذه الميليشيا المتمردة. والآن تقريبا ربما 80% من مدينة أم درمان قد تم تنظيفه بواسطة القوات الخاصة. هذا الادعاء بأن المستشفى إذا كان به البشير أو غير البشير هذا لا يهم، المهم أن منطقة السلاح الطبي ومستشفى علياء العسكري هي داخل منطقة أم درمان العسكرية، وسلاح المهندسين الذي يعتبر هو أبو الأسلحة كما يقال في السودان، أبو الأسلحة العسكرية. هذه المنطقة منطقة محصنة تماما، وهي حلم لدى الميليشيا المتمردة أن تحتلها، وهي الآن أبعدت عنها تماما. أقرب نقطة توجد في يوم فيها الثالث تقريبا من المعارك كان هناك منطقة محاولة لاقتحام سلاح المهندسين في أم درمان. نعم، ودمرت هذه الفرقة التي جاءت لاحتلال سلاح المهندسين. الآن أقرب موقع توجد به الميليشيا المتمردة هي في منطقة الإذاعة والتلفزيون، وهي محاصرة الآن داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، لأن كل المناطق التي حول هذه المنطقة تم تنظيفها تماما. كما أقول لك وأكرر لك، الآن لا توجد معركة عسكرية مع الميليشيا المتمردة لأنها فقدت كل قدرتها وكسرت نواتها الصلبة تماما. فقط هناك تحدي أمني وجنائي ضد فلول لهذه الميليشيا المتمردة تسرق وتنهب وتعتدي على الناس وتسكن في بيوت الناس وتسكن في المستشفيات. لكن الآن خطة القوات المسلحة بدأت تتغير وبدأت حتى بالمعطيات التي تثق فيها المتواتر. أستاذ مجدي، بهذه المعطيات ما التأثير الذي يمكن أن يحدث ضمن أي ورقة يمكن أن يتم الذهاب إليها للوصول إلى هدنة إنسانية أو وقف دائم لإطلاق النار، حتى بعيدا عن التسوية السياسية؟ أنا أعتقد أن الطريق الوحيد أمام الميليشيا المتمردة هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في اتفاق جدة لوقف إطلاق النار قصير الأمد للترتيبات الأمنية، وعليها فورا الخروج من ما بقي من المظانة الأمنية. وفعليا القوات المسلحة حينما يعني أدركت تماما أن الميليشيا المتمردة تتماطل وتريد أن تحتفظ ببعض المظانة الأمنية، قامت بتغيير خططها وأدخلت فرق القوات الخاصة، وهي الآن تخرجها بالقوة لأنها لم ترعوي ولا أعتقد أن القوات المسلحة الآن هناك توجد ثقة أن الميليشيا المتمردة ستنفذ اتفاق جدة. كان هذا هو المحور الأساسي لتطوير هذا الاتفاق لوقف إطلاق نار دائم، لكن أقول لك الآن الميليشيا المتمردة وعن ثقة بدأت تفقد يعني كل قدراتها وتتراجع يوميا. الآن قبل مغيب شمس اليوم تراجعت الميليشيا المتمردة في منطقة جنوب الخرطوم أيضا في محاولات انتحارية للقرب من سلاح المدرعات، وهزمت شر هزيمة في مناطق الرميلة ومناطق جنوب الخرطوم وتضعضعت مواضعها. الآن أقول لك تقدم القوات المسلحة أصبح ظاهرا. أريد أشير إلى نقطة أخرى من ضيفتك الكريمة، أن إعلان القائد العام للقوات المسلحة للشباب بالدخول بالتطوع
للدخول إلى هذه المعارك هو كان نتيجة لرغبة شعبية عارمة، لأن الذي تم المساس به هي مقدرات الشعب، هو الاعتداء على الحرائر السودانيات، هو الدخول إلى بيوت الناس واحتلال أحيائهم السكنية. نعم. لذلك كان هناك رغبة شعبية حتى تقول الأمة أن هذه المعركة هي معركة الأمة وليس معركة القوات المسلحة وحدها. شكرا جزيلا لك الأستاذ مجدي عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفتنا السيدة نرمين سعيد كانت معنا من استوديو القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لكم.